تم تطهير هذه الإكام التي كان يسيطر عليها الحوثة، والتي تبدأ بالرضعة ثم المنارة ثم الشجرة التي أمامنا. إذن هكذا يبدو الأمر، وتلك المناطق هي محصلة تقدم قوات الجيش الوطني خلال اليومين الماضيين في منطقة الأقروض، أحد الجبهات المشتعلة بريف محافظة تعز. إلى الجنوب وتحديدا في مديريات الصلو وحيفان، كانت كاميرا قناة بلقيس ترافق تحركات الجيش خطوة بخطوة، وترصد التفاصيل واللحظة التي شكلت فارقا بين الموت والحياة لأحد أفراد الجيش أثناء التقدم باتجاه مواقع الميليشيا. وعورة المنطقة كانت إحدى العقبات التي استطاع أفراد الجيش تذليلها وإحراز التقدم حتى الوصول إلى مشارف مديرية دمنة خدير التي فر إليها الإنقلابيون بعد دحرهم من المناطق المجاورة. تم السيطرة على منطقة الخليل، الآن نحن في النقطة الأخيرة، وصلنا للنقطة الأخيرة من منطقة الخليل، وتم السيطرة على مدرسة الخليل وأكمة العساق والهوبين والرضعة، ونحن في طريقنا باتجاه المنارة، وإن شاء الله في اتجاه مفرق العزلة الدماء، وبإذن الله منصورين، ونتمنى من الله أنه يوفقنا أن احنا نقطع خط الدماء. هذه المعارك تأتي بعد استقدام الإنقلابيين لتعزيزات جديدة، ومن ثم الهجوم على مواقع الجيش مستغلة الهدنة وتوقف الضربات الجوية، إلا أن قوات الجيش الوطني تمكنت من إفشال المخطط وصد الهجوم الذي راح فيه العديد من عناصر الميليشيا بين قتيل وجريح، بالإضافة إلى مقتل أحد أفراد اللواء 35 مدرع الموكل إليه تحرير الريف الغربي والجنوبي للمحافظة. هكذا أصبحت تعز بكل أراضيها في الريف والمدينة منطقة مواجهات مفتوحة، بعد أن عمدت الميليشيا إلى نقل المواجهات إلى معظم القرى، وهو الأمر الذي ضاعف من معاناة الأهالي بعد أن أصبحت حياتهم رحلة متواصلة من النزوح.